عندما تتجول في حديقة الحيوان وترفع نظرك نحو الفيل، ستدرك أن حجمك يبدو صغيراً بالمقارنة مع ساقه الضخمة. في هذا الفيديو سنقدم لك مجموعة من الحيوانات الضخمة حقاً والتي يعتبر الفيل صغيراً بالنسبة لها. لسنا نتحدث عن حشرات عملاقة، وإنما عن حيوانات تشبه تلك التي نراها بشكل منتظم. هيا بنا نرى الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. نبدأ بالكلب الإنجليزي العملاق الذي يسمى سلوفاكيا. يتميز هذا الكلب بحجمه الهائل وقوته، ويمكن أن يصل وزنه إلى حوالي 150 كيلوغراماً، ويمكن أن يبلغ ارتفاعه حوالي 90 سنتية متراً عند الكتف. هذا الكلب من أضخم الكلاب التي تراها في حياتك. أما عن النمر هيركوليس، النمر الضخم جداً والذي يبلغ طوله 3 أمتار ويزن 400 كيلوغرامات. هذا النوع من النمور هو نتيجة تزاوج بين الأسد والنمر، وهو قوي جداً بسبب استمداده لأفضل صفات والده الأسد وأمه النمرة، حيث ينتج عن تزاوجهما. يمتلك هيركوليس رأساً ضخماً وعضلات قوية، مما يجعله يبدو مهيباً وقوياً للغاية. أما هذا الدب القطبي، تخيل ارتفاع دب يصل إلى 4 أمتار ووزنه يصل إلى 1000 كيلوغراماً. وعلى عكس ما كنا نعتقد، لا تتغذى الدبابة على العسل والتوت، بل هم بحاجة إلى البروتين. وفي تشريح أحد الدببة تم اكتشاف أنه أكل شخصين خلال آخر 3 أيام من حياته، فلا تحاول العبث مع الدببة يا صديقي، فربما يكون ثمن ذلك حياتك. هذا الحيوان يسمى الحبار العملاق. هذا الحيوان الضخم يبلغ طوله 2 متر ويزن حوالي 100 كيلوغراماً، وهو حيوان عدواني يظهر كثيراً على سواحل أنتاركتيكا، فيعتبر من أغرب الحيوانات التي تراها في حياتك. يتميز بجسمه الضخم وقدرته على الصيد بفعالية عالية، كما يمتاز بقدرته على تغيير لونه بشكل سريع للتكيف مع البيئة. يعيش الحبار العملاق في المياه العميقة في المحيطات حول العالم، وهو يعتبر واحداً من أكبر الرخويات المفترسة. وعندما نتحدث عن الثعابين، فهذا أكبر ثعبان في العالم. أكبر ثعبان في العالم هو الأناكوندا الأخضر، حيث يبلغ طوله 150 متراً ووزن يتجاوز 0.25 طن. وإذا تمدد بشكل عمودي، تعيش هذه الثعابين في المستنقعات والأنهار والبحيرات في أمريكا الجنوبية. يمكن أن يصل طوله إلى طول مبنى من 5 طوابق. الأناكوندا الأخضر تعتبر واحدة من أكبر الثعابين وأكثرها رعباً في العالم. يا ترى ماذا تفعل إذا قابلك أحد هذه الثعابين في الشارع؟ الفأر الكابيبارا هو أكبر قوارض على وجه الأرض. يمتاز بحجمه الكبير، حيث يمكن أن يصل وزنه إلى حوالي 100 كيلوغرام وطوله إلى ما يقارب 1.5 متر. يتميز الكابيبارا بجسمه الضخم والمستدير وقدرته على العيش في المياه واليابسة، ويعتبر من الحيوانات الهادئة والودية. كابتن روس هو اسم يطلق عادة على القردة الكبيرة المعروفة بالغوريلا الشرقية. الكبير يعيش هذا النوع من الغوريلا في غابات الغابات المطيرة في الكونغو، وهو يعتبر واحداً من أكبر القردة العالمية، حيث يمكن لبعض الذكور البالغين أن يصلوا إلى طول يزيد عن 2 متر ويزن أكثر من 0.25 طن. تعتبر الغوريلات من الحيوانات الاجتماعية والذكية. الثور لوتش يتميز بقرون ضخمة تزن كل منها 50 كيلوغراماً. ثور لوتش كان من الثيران الهولندية الضخمة التي عاشت في القرن 19. يعتقد أنه كان واحداً من أضخم الثيران في العالم، ويقال إنه وصل إلى ارتفاع يزيد عن 6 أقدام، أي حوالي 2 متر عند الكتف، ووزن يتجاوز 1500 كيلوغراماً. الحوت الأزرق يعتبر الحوت الأزرق أكبر حيوان على وجه الأرض. يمكن أن يصل طوله إلى حوالي 30 مترا ووزنه إلى حوالي 200 طن. يتغذى على الكريل والأسماك الصغيرة ويعيش في المحيطات. النمر السيبيري يعد النمر السيبيري أكبر فصيلة من النمور. يمكن أن يصل طوله إلى حوالي 3 مترات ووزنه إلى حوالي 300 كيلوغرام. يتميز بفراء كثيف يمكنه حمايته من البرد الشديد. يعيش في أجزاء من روسيا والصين وكوريا الشمالية. الفيل الأفريقي يعتبر الفيل الأفريقي أكبر حيوان بري على اليابسة. يمكن أن يصل ارتفاعه إلى حوالي 4 مترات عند الكتف ووزنه إلى حوالي 6 طن. يتميز بأذنيه الكبيرتين وخرطومه الطويل. يعيش في مناطق متنوعة في أفريقيا. هذه مجرد بعض الأمثلة عن الحيوانات الضخمة في العالم. هناك أيضاً الكثير من الحيوانات التي يمكن أن تكون ضخمة في الحجم والوزن وتختلف من نوع إلى آخر. واستكمالاً للفيديو،
هيا بنا نستعرض قائمة بأكثر 10 حشرات مزعجة في العالم. تتنوع الحشرات حول العالم بشكل كبير، ومعظمها لها دور مهم في النظام البيئي. ومع ذلك، هناك فئة من الحشرات تعتبر من بين أكثر الكائنات المزعجة للإنسان، إذ يمكن أن تتسبب في إزعاج يومي وتنقل الأمراض، مما يؤثر على صحة وراحة البشر. يشمل ذلك البعوض الذي ينقل الأمراض مثل الملاريا والدينغي، والصراصير التي تظهر فجأة في المنازل، والذباب الذي يسبب إزعاجاً في الفضاءات المفتوحة والمغلقة. كما تشمل هذه القائمة النمل والبراغيث والبق الفراشي والعث الأذن والذبابة الحصان والدبابير، كلها تعتبر عوامل إزعاج وتهديد للصحة العامة. تعتبر هذه الحشرات تحدياً مستمراً للبشرية، حيث يسعى الناس باستمرار إلى التخلص من تأثيرها السلبي والحد من انتشار الأمراض التي قد تنقلها. سنبدأ بذبابة الخيل، فهي حشرة لا تتوقف عن المضايقة، خاصة الإناث منها، حيث تستهدف البشر والحيوانات وتتغذى على دمائها. تستخدم البروتين الموجود في الدم للبقاء على قيد الحياة، بينما الذكور لا يقومون بدور مهم. العقوبات هي أيضا واحدة من أكثر الحشرات المكروهة في العالم، فعلقتها تسبب حكة واحمرارا عند لدغها. تتواجد هذه الحشرات بكثرة في فرو الحيوانات، وتعيش لمدة تصل إلى 18 شهرا. عندما تبلغ سن البلوغ تتغذى على دماء الكلاب والقطط. ماذا عن اليعسوب؟ هل هم حشرات؟ هل هم ناحل؟ حسنا، لا يهم، فهم مزعجون للغاية. لونهم الأصفر الجميل يجعلنا نشعر بالذنب عند قتلهم، ولكن إذا تم قتلهم سيلغي غوك العقوبات. ليسوا صانعي العسل فحسب، بل يسرقونه أيضا من النحل. ثم لدينا حشرة أبو المقص، والتي كان يعتقد سابقا أنها تدخل أذن الإنسان وتضع بيضها في دماغه، ولكن هذا ليس صحيحا. إنها تفرز سائلا للدفاع عن النفس وتمتلك أجنحة، ولكنها عادة لا تطير، بل تزحف حولنا ليلا وتختبئ في الشقوق نهارا. إنها من الحشرات القبيحة التي يمكن أن توجد على الأحجار في الفناء الخلفي للمنزل. هذه بعض الحشرات المزعجة في العالم والتي قد تواجهها في حياتك اليومية. يمكن أن يكون من الأمور الجيدة أن تعرف هذه الحشرات وتتخذ الاحتياطات اللازمة للحماية منها. الحشرات، هذه المجموعة الضخمة والمتنوعة من الكائنات الحية تملأ عالمنا بتنوعها وإبداعها الطبيعي. تتراوح أحجامها من الصغيرة جدا إلى الضخمة، وتشمل تنوعا هائلا من الأشكال والألوان والسلوكيات. تلعب الحشرات دوراً حاسماً في النظام البيئي، حيث تساهم في تحلل النفايات، وتلعب دوراً في تلقيح الزهور، وتكوين جزء لا يتجزأ من سلسلة الغذاء في الطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحشرات مصادر غذاء هامة للعديد من الكائنات الأخرى مثل الطيور والزواحف. ومع ذلك، فإن بعض الأنواع قد تكون مؤذية للإنسان والممتلكات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات للتحكم في تأثيرها السلبي والحفاظ على التوازن البيئي. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. فضلاً إن أعجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.